ايضا تتوالى من خلال استمرار اشواطنا في هذه الانطلاقه. اعود الميكروفون للزميل سفاح الجمري في المتابعه. بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء على الهواء مباشره تتواصل اشواط الحجايج وينطلق الشوط السابع في هذه اللحظات ليكون رابعا للابكار الحجايج ومسافته 4 كيلومترات سابعا في مجموع اشواطنا هذا الصباح. 4 كيلومترات جوائز نقديه قيمه للفائزين للمشاركين. نرحب بكم ايضا مره اخرى نتمنى لكم الاستمتاع مع رياضه ابائنا واجدادنا مشاهدينا الكرام. اذا هذه مقدمة الشوط نرحب بالسيد فيصل بن طالب بن شريم في المقدمة الشاهنية من طول الغيبات جاب الغنايم يا ابو طالب. وين ما شاء الله جماهيرك يرحبون فيك ونحن ايضا وكل من يتابع نرحب بجميع المشاركين في هذا المهرجان وهذا الختامي. اذا التغيير اللي حصل على مقدمه الشوط التغيير النسبي هناك سرابه لصالح بن طاسه العامري مشاهدينا الكرام بينما المركز الثالث اريام لراشد بن علي بن خليفه الرميثي نقله على رابع المراكز. المركز الرابع الصايله للسيد فيصل بن عبد الهادي بن نايف الهاجري ضيف قادم من دولة قطر الشقيقة. نرحب بالضيوف. المركز الخامس الشاهنية للسيد نايع بن سالم بن نايع بالشاوي الغفلي. والمركز السادس يأتي دور هملوله للمتعرض بن سالم العفاري. المركز السابع هذه مياسه لعبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي. المركز الثامن متابعه ندائي الاول الشاهنيه لعوض بن عبيد بن رشاش. والمركز التاسع الضبي او السيد محمد بن نابت بن خيله العامري من خلال وجود هذه المكربه. المركز العاشر اللي هي الصايلة لفيصل بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري. وهذا النداء هذه الإذاعة الأولى هذه الأسماء العشرة القادمة يا سلام. نعود مشاهدينا الكرام عندما قطعنا 2 كيلومتر من ال4 كيلومترات واللي باقي تماما 2 كيلومتر أخرى. يعني بدأت تسخن الأمور بدأ يسخن الشوط. اثنين الجايات أقوى عن اللي فاتن. بنشوف المنافسة أيضا هذه عودة إلى مقدمة الشوط. فيصل بن طالب بن شريم لا يزال متربعا على عرش هذا الشوط والشاهنية تحمل هذا الاسم التراثي الكبير المحترم في السلالات. الشاهنية أيضا مشاهدينا الكرام للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري قادما من دولة قطر الشقيقة ممثلا للأشقاء في هذه الانطلاقة وهذا المهرجان في هذه اللحظات. المركز الثاني اللي هو السيد راشد بن علي بن خليفة الرميثي اللي تسللت يا سلام هجمت أريام هجمت على المقدمة انقضت على المركز الأول. هناك خطر يتسلل من جانب آخر وهي جبارة لصالح بن خيرة اللي نبي غيرت الأمور قلبت موازين هذا الشوط مشاهدين الأعزاء. و1400 متر على المنصة وعلى خط النهاية. المركز الثاني اللي تحتله أريام لراشد بن علي بن خليفة الرميثي. المركز الثالث جواهر للسيد حمد بن علي بن حنزاب المري الضيف من ضيوفنا ومن أشقائنا. مرحبا بضيوف دبي مرحبا بضيوف المرموم. المركز الرابع هملولة للسيد المتعرض بن سالم العفاري. والمركز الخامس الضبي لعبد الرحمن بن سلطان المشغوني. كيلومتر حرك يا مضمر حرك يا مالك سخن العزبة بالحجايج سخن العزبة خلها تستعد لهذا الختامي خلها تقارع وتصارع من بداية هذا المهرجان. ارفع شعارك فوق لو تقدر ولا تذخر في اليوم يوم الختامي واليوم يوم دبي. يا سلام يوم المرموم. الله المقدمة لجبارة صالح بن خيره اللي نبي المسيطر و, و
وعبد الرحمن بن سلطان المشغوني، تحرك المشغوني، اقلع المشغوني مع الظبي، مثل الظبي ما شاء الله تبارك الله، مثل الظبي سويحان بن تبارك المشغوني، سويحان ولكن جواهر، جواهر ولا اغلى من الجواهر، حمد علي حنزاب المري، حمد بن علي بن حنزاب المري، جواهر تخطف المركز الاول، المركز الثالث شوقلي عامر بن حمد بن عطسان المنصوري، غيرت خذت المركز الثاني واشتاقت شوق للناموس، اشتاقت للمركز الاول، شوق وها هي شوق مشاهدينا الاعزاء، ها هي شوق تخطف المركز الاول، تنتزع بساط هذا المركز باقبالها على منصه المرموم، تحفتي ميادين السباق النادره، هذا الشكل الهندسي يرحب مشاهدينا الكرام، الهندسي الجميل طبعا، يرحب بشوق وجواهر، يرحب بشوق وجواهر، شوق جواهر، جواهر شوق، شوق ولا جواهر؟ شوق 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 شوق، جواهر 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 جواهر، وهذه شوق، هذه شوق، تهانينا لمالك شوق السيد عامر بن حمد بن عطسان المنصوري، المركز الثاني جواهر، حمد بن علي بن حنزاب المري، الثالث الظبي لعبد الله بن صليج الاجتبي، والمركز الرابع، المركز الرابع وصلت فيه جبارة لصالح بن نخيرة الشريفي والعودة، وصالح بن نخيرة الجنيبي عفوا، العودة أيضا مشاهدي الكرام حيث قناتنا وإرسالنا يعود للحظات الوصول، 6 دقائق 4 ثواني 3 أجزاء من الثانية، شوق والله واشتاقت شوق وخذت شوقها، عامر بن حمد بن عطسان المنصوري تهانينا مبروك والناموس، المركز الثاني، المركز الثاني جواهر 6-4-4 للأربعة كيلومترات، هذا توقيتها سجلوه اليوم في أول أيام الختام، حمد بن علي بن حنزاب المرني ضيفنا العزيز، أول شيء رحب، ثاني شيء نقوله الناموس، المركز الثالث الظبي 6 دقائق 5 ثواني 8 أجزاء من الثانية، عبد الله بن صليج الاجتبي، مشاهدينا الكرام هكذا كانت منافسات الشوط السابع وكانت منافسات رابعه اشواط الابكار، هنا ايضا يشرفني مشاهدينا الكرام في